نستمع فيما يلي إلى ثرثرة. والثرثرة اسم لشكل موسيقي قوامه تكرار جملة معينة باستمرار، ويعرف أهل الصناعة هذا الشكل بالاسم اللاتيني Perpetuum Mobile. اتخذ شوبان هذا النمط في عديد من معزوفاته التجريبية، وعليه ألف باغانيني قطعة مشهورة، ولكن أشهر الثرثرات ربما هي ثرثرة يوهان شتراوس الابن. نستمع إلى ثرثرة ليوهان شتراوس الابن.